الشيطان الرجيم ماذا؟ خلول الإنسان، فمن قارنه خذله. لا يمكن أبدا أن يحقق الشيطان إلا الأماني للناس، يمني يعدهم ويمنيه كما قال سبحانه: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل ما يعدهم به غرور في الغرور. أنا مر في واحد شاب صحبت في مكة، يعني هو من أهل مكة، وكنا في فترة المساء نلتقي في شهر رمضان. فاستقت العلاقة. قال أقول شيء فالنحن. قال أنا خاطق النار، ماذا توافقنا عليه ولنا أن توافق؟ قلت إيش؟ قال هذا عذاب الآخرة والنار والجهنم، هذا ما شباب يسوي شيء. قال بس الله تعالى كذا يخوف الناس، وبراحيم وأرحم من الإنسان من أمه ولدها. وتخيل يوم القيامة أول ما يدور دخل الجنة، دخل الجنة، وبيدخل الجنة في الجنة، ما أحد يدخلها. خطيت مسكين، 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 هذا مش شيطان. إذا رسخ الدين ذكر في نفس الواحد كيف يكون عاقل؟ يضحك على كلامه، يضحك على نفسه، أنه مقتنع أو قاب قوسين أنه يقتنع يقول هذا ما شيء أبدا، ما تعرف يخوفه بس. يعني مثل الشارع عصا ولا ولد، لكن الشارع عصا يخوف بها وفي الأخير يحطها على صوته، وكذلك يعني. ونفس هذا أن الله يقول: لا يخلف الله النعم، لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف النعم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، لا تعتذرون الآن. قال سورة الله لدي وقد قدمت إليك، لا تعتذروا لدي.